أقلام حرة كتبت فأبدعت فأنارت، كتاب كانوا ولا يزالون ينشرون أفكارهم ومشاعرهم على الورق لتصل إلى العقول والقلوب. هذه ثالث مشاركة لي في معرض الدوحة الدولي للكتاب كمدير لدار روزا للنشر، وأيضا عندي إصدارات. هذه الإصدارات عددها 8 إصدارات. بدأت في عام 2012 برواية في الفانتازيا التاريخية، واليوم أدشن أول رواية لي في أدب الكبار تحت عنوان حفرة في كف يدي، وبالإضافة إلى كتاب اللي هو كتب المصورة أو الكوميك بوكس ما تسمى عالميا عن المؤسس الشيخ جاسم طيب الله ثراه. نتكلم اليوم عن إصداري الجديد في معرض الكتاب اللي هو أبي أمي هذا أنا. بهذه الصيغة البسيطة يخاطب الطفل أبوه وأمه ليعرفهم عن شخصيته، شخصيته من الولادة وحتى عمر 10 سنوات. من خلال هذا الكتاب بإذن الله الوالدين بيتعرفون على هذه المراحل سلوكا ولغة وروحا ومشاعرا. هذا المعرض أنا أشارك في كتابي الثالث أو روايتي الثالثة تحت عنوان فصل الحريق. طبعا الحمد لله رب العالمين، بعد سنتين من النجاح مع دار روزا في عام 2017 مع لقاء الغرباء و2018 مع نصف الضائع، هذا العام دشنت روايتي فصل الحريق في معرض الكويت الدولي للكتاب، واليوم أنا متواجد هنا في معرض الدوحة الدولي. ولله الحمد إقبال جميل جدا في هذا العرس الثقافي. كتاب وحنس هو عبارة عن خواطر وتأملات في النفس وفي الحياة، يتكلم عن الهموم اللي واجهها الإنسان في يومه الطبيعي وكيف إنه ممكن يبدأ ينظر لها بمنظور إيجابي أكثر، بحيث أن تكون هذه الهموم والظروف التي يمر بها الإنسان تكون دافع له لتحقيق أهدافه. الهدف من هذا الكتاب أنه إذا كان الظرف الذي تمر به الآن موجود، فالحل لتجاوز هذا الظرف أيضا موجود، فهذا ما يتكلم عنه كتاب وحنس. مكانة وصبغة عالمية كبيرة اكتسبها معرض الدوحة الدولي للكتاب، وخاصة بعد نجاحه في استقطاب أكبر الكتاب ودور النشر وغناه بالندوات والتنوع الثقافي في أروقته وأجنحته.